بالتأكيد أنك تظن أن القوات العسكرية تضم العديد من الرجال الأقوياء والنساء القادرات على إنجاز مختلف المهمات، لكن في الحقيقة أن هناك بعض من القوات العسكرية المسلحة ضعيفة للغاية لأنها لا تحتوي على أسلحة قوية ولا حتى على رجال ماهرين قادرين على التصدي لمختلف هجمات العدو. تابعونا في هذا المقطع حتى تتعرفوا على الدولة التي تجند الأطفال في القوات المسلحة للدفاع عن أراضيها. هل أنتم مستعدون للتعرف على تلك الدول؟ هذه قناة استفهام، وهذا مقطع أضعف 8 قوات عسكرية جلبوا العار لدولتهم. 1- جمهورية أفريقيا الوسطى. من المؤكد أن كل دولة يجب أن تحتوي على جيش قوي قادر على التصدي والدفاع عن أراضيها وحمايتها من الدخلاء، لكن الغريب في هذه الجمهورية أنها تحتوي على جيش يضم عددا كبيرا جدا من الأطفال، وهذا عار للغاية على جمهورية وسط أفريقيا، حيث إن الجيش الخاص بها يتكون من عدد من الأطفال القاصرين فقط، حيث تضم قرابة 10,000 طفل. بدأ هذا الأمر منذ عام 2012 واستمر حتى عام 2015، وإلى يومنا هذا لا يزالون يجندون العديد من الأطفال الصغار في القوات المسلحة. والغريب أنه يوجد أطفال بأعمار 8 سنوات فقط وانضموا إلى الجيش في هذا السن المبكرة من أجل الدفاع والحماية عن الأرض. 2- منغوليا. من المعروف قديما أن هذا الجيش كان قويا جدا في الحقبة القديمة، ولكن فيما بعد بدأت القوات تصبح ضعيفة جدا وغير قادرة على التصدي لأي محاولة من محاولات الهجوم التي يشنها البقية عليهم، فيجب أن تحاول أن تقوي الأفراد المنضمين لها وتحسن من مستوى الأسلحة التي تمتلكها. 3- طاجكستان. تعتبر من الدول الصغيرة للغاية، لكنها تقع في منطقة خطيرة بين أفغانستان والصين وأوزبكستان. لا تتميز بأنها دولة خطيرة جدا، ولكن جيرانها يتمتعون بمشكلات وصعوبات كثيرة للغاية، مما يعني أنها يجب أن تكون مؤهلة لأي محاولة من محاولات الهجوم عليها. ولكن على الرغم من ذلك، يتميز أفراد القوات المسلحة فيها بالضعف والهوان، كما أن الأسلحة ضعيفة وغير مخصصة للتصدي لهجمات العدو. 4- الفلبين. تم تصنيف هذا الجيش على أنه يحتل المرتبة السادسة كأسوأ قوة عسكرية حول العالم، وذلك لأنه في عام 2015 لم يتمكنوا من تطوير الأسلحة أو التدريبات التي تجعل الجنود مؤهلين للقيام بمختلف المهمات. ولكن على الرغم من ذلك، قال المتحدث العسكري لدولة الفلبين إنهم قادرون على تكوين جيش قوي في عام 2028. 5- كوستاريكا. ستعاني هذه البلدة كثيرا إذا فكرت أي قوة عسكرية في أن تقوم بشن هجمات خطيرة عليها، وذلك لأن الجيش الخاص بها صغير للغاية، وهناك الكثير من الناس الذين لا يتأكدون من تواجد عدد كبير من الأفراد العسكريين فيها، حيث إنه في الحقيقة انعدم وجود القوات العسكرية منذ عام 1948. ولكن على الرغم من ذلك، توجد قوات خاصة في كوستاريكا تضم 70 جنديا قادرا على التصدي لبعض محاولات الإرهاب وإنقاذ الرهائن. على الرغم من ذلك، فإنهم لا يزالون يحاولون التصدي لمحاولات الهجمات المتقدمة والمستقبلية. 6- نيجيريا. في إحدى المرات حاولت القوات العسكرية في نيجيريا أن تقوم بإحدى الهجمات العسكرية، ولكنها انتهت بالفشل، مما جعل الكثير من الناس يدرك مدى ضعف هذه القوات على عكس باقي الدول، كما أنهم كانوا يلجؤون لضم أكثر من 200 فتاة من المدرسة إلى القوات المسلحة، مما يدل على مدى الضعف والهوان الذي يطرأ على تلك البلدة، بالإضافة إلى أن القوات ضعيفة للغاية ولا تتمكن من القيام بمختلف المهمات التي من الممكن أن تجعلها تتميز بالقوة والشجاعة. 7- إريتريا. تعتبر هذه الدولة واحدة من أضعف الدول حول العالم في قوتها العسكرية، كما أنها تجبر مواطنيها على الاشتراك في القوات المسلحة، حتى إنهم قاموا بعمل مؤتمرات دولية من أجل أن يناقشوا قانون القوات المسلحة الذي يجبر أفراد هذه البلدة على قضاء فترة طويلة للغاية تابعين للقوات المسلحة، وفي الحقيقة أيضا أنهم لا يحصلون على تعويض مادي لهذا الإجبار الذي يتعرضون له، مما يدل على مدى الضعف وقلة الإخلاص في تأدية هذا الواجب.